سابقة وطنية موجهة للأطفال في الجزائر حول حقوق الطفل. آخر أجل لإرسال ابداعاتكم يوم 30 جوان 2020 احتفالية خاصة بمناسبة عيدكم الوطني. حقوق الطفل على أرض الوطن سابقة وطنية موجهة للأطفال في الجزائر حول واحد جوان هو اليوم العالمي للطفولة. نبدأ بأني نوجه تحية لكل أطفال الجزائر ونقول لهم صحايدكم، نقول لهم إن شاء الله كل سنة وأنتم بألف خير. حبينا نشاركوا الأطفال لأنهم موجودين في الحجر الصحي، حبيناهم هما يبحثوا على حقوقهم. فكرنا في شيء اللي يخلي الطفل يقضي ربما وقت فراغه هو أثناء الحجر الصحي بشيء يفيده ويتعرف على حقوقه ويتعرف أنه لازم يمارس هذه الحقوق ويطلبها. المسابقة تنطلق اليوم، آخر أجل لتقديم يعني إبداعات الأطفال راح يكون يوم 30 جوان، وأكيد أنه راح تكون هناك لجان متخصصة لتقييم هذه المسابقة، والنتائج راح تعرض أيضا في يوم اخترناه يوم يعني مهم بالنسبة للطفولة، وهي يعني فرصة أنه الأطفال أيضا يعرفوا بوجود هذا اليوم. هو 15 جويلية من كل سنة هو يوم الطفل الجزائري. هذه المسابقة هي المسابقة الأولى في تبعتها الأولى، وإن شاء الله نتمنى الأطفال كلهم سيستفيدون منها، وسيكون لأن هذه المسابقة هي المرة الأخرى وتطلق الهيئة الوطنية بتعاون مع اليونيسف، وإن شاء الله متخصصة وهي تحت الشعار كن مبدعا وأرسم أقني وأحكي.